كل يوم حكاية في منها عبرة وغاية لا تأخذها تسلاية وتقول لي كان ومانا كل يوم حكاية في منها عبرة وغاية لا تأخذها تسلاية وتقول لي كان ومانا جينا عندك زيارة من سكان العمارة وحكاية جار وجارة شارك رايك معانا على تلفزيونك جينا تفضلك وحيينا عالموعد بتلاقينا اوعى مرة تنسانا يانا ويانا ويانا تعزف حكايانا يانا ويانا ويانا تعزف حكايانا منا كل يوم حكاية في منها عبرة وغاية تأخذها تسلاية وتقول لي كان ومانا كل يوم حكاية في منها عبرة وغاية تأخذها تسلاية وتقول لي كان ومانا يانا ويانا ويانا تعزف حكايانا يانا ويانا ويانا تعزف حكايانا أبي يما دخيلك دنيا ولعة رش رش يا بوي رصاص رصاص الربيع عاد من تاني ثبت لي راسك شوي ما بتقطعش علي خليني مو دخل يا رجل والبدري هلت انوار الله تعرف يا فارس ايوه الحق والحق يا فارس هذه الاغاني جد بس اسمعها بحلم بسمن بالسماء بحس حالي شباب شباب ولي يا ابو يعقوب كل هالعمر وهالشعرات البيض وجاي تقول لي بحلق وشباب ايه اسمع كله ولا العمر الشباب شباب الكلب شو بدي اقول يا فارس يعني فكرك لو سميحه وافقت علي هيك اخذها معي على وادي رم وادي الكمر هذا اللي فيه الشمس والغيوم هيك واطلعها في منطاد هذا اللي بنفخ في البابور واطلع انا وياها ونحلق فوق ونسير نغرد مثل العصافير قال عصافير قال اقول ديك حبش ايه شو بدي اقول استاذ فارس بليش عندك شريط لفريد الاطرش عدت يا يوم مولدي والله يا ابو يعقوب لو في ما ينعز ما ينعز يا رجل انت شو انت وجهك ناشف يا رجل خليني اروح اشوف صديق عمري حسان ول 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 ماله هذا طب ما كملناش الحلاقه هاي شكلها الحلاقه عنده اجزاء وبعدين مع جارنا هذا الثاني 24 ساعة مشغل المسجل 24 ساعة حفلات عنده مش عارف شو هالشغل الواحد مش عارف يريح راسه وين راح النظاراتي خليني أخلص يا عالية نعم وين نظاراتي شوفهم عندك بالدرج بالدرج دورت بالدرج ما في نظارات وبعدين معك يا سالم هم نظاراتي ولا نظاراتك؟ شوف حالك وين حطيتهم ونسيتهم يا بنت الناس انا اعطيتك اياهم امبارح وقلت لك حطيهم بالباكيت طب شو رايك انك امبارح بالذات طول النهار ما لبستش نظاراتك لا تفكر انه ذاكرتك احسن من ذاكرتي لا 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 انا متاكد 100% انا متاكد اني اعطيتك النظارات بس انت ابصر وين حطيتيهم ناسيه يمكن بالقرن هاي ولا بالقرن هاي انت ناسيه ماشي يا سالم مثل ما بدك أنا مش من أسبوع حكيت لك خيطي لي هذا الجوكيت مش من أسبوع حكيت لك خيطي لي إياه أولاً هذا مش جوكيتك ثانياً جوكيتك بالخزانة وما بدها خياطة بعد لمين هذا الجوكيت؟ لمين هذا الجوكيت؟ هذا لما رحت تسهر عند صاحبك وشلحت جاكيتك وعلقته على علاقة الملابس وإنت مروح نسيت جاكيتك وتركته هناك يا أبو ذاكرة حديد إنت طيب أنا طالع بدك شيء بدي اياك تبطل عصبيتك وانت بطلي طولة بالك وبرودك انا اسمعي ما بدي اضل اتناقش انا وياكي انا تاخرت
اذا بدي اضل اتناقش انا وياك من سنه ما بنخلصش من النقاش. ماشي طبعا. يا سالم ماشي. انا تاخرت وبدي امشي. تفضل الله يسهل عليك، مع السلامه. هلا انا بكمل بجهز وبطلع لحالي يا استاذ سالم. جرالي برجي. برج اللي يهيل عليكي. طب شوف لنا اسعار البنزين. انا قاعد بقرا جريده، شايفتيني بقرا جريده؟ فطومه فطومه فطومه، خبيت ببيت المونه. قلت لك 100 مره تقوليش فطومه. شو اسمك على الهوية انت؟ اسمي امي، امك. خليكي على فطوم احسن لك. انت ردي علي بس. 5 ليرات لزوم الشحن يا قمر. شحن ايش؟ الشحن التلوي. شو اللي شحن ايش؟ 5 ليرات؟ اه 5 ليرات. ما هو التليفون محرز والشحن برضو محرز، عشان انا اصفي شب محرز بالاخر. وشو دخل شب محرز وتليفون محرز ب5 ليرات؟ بدي اتفشخر قدام الشباب. شو ما فطوم يصحي معي كلهم 5 ليرات. طب دير وجهك. وليش شو فيني؟ ليش بدي دير وجهي؟ جبيش زين. ظل دلعيه واعطيه كل ما يريد. وانا شو اللي اعطيته اياه؟ كل ال5 ليرات. شو بكفر ال5 ليرات في هالزمن الاكبر اللي احنا فيه؟ كلها شحن. انت هيك بتخربيه للولد. فاصله، خليه يتعلم يتحمل مسؤوليه نفسه. نقطه، انتهت الفقره. بدايه الفقره علامه سؤال. الله يعينهم على هذا الزمن الذي هم فيه. ممكن اروح على ام خليل اجيب كركم؟ روحي روحي بتريحيني. وين كان مخي قبل ما اتجوزها؟ سمعتك. ولد يا بني ادم، خلص خلص بجيب والله بجيب. خلص بس رن على الهلاله. وين رحتم بعد الهلاله؟ اللهكم شطير. طيب شو الأخبار؟ حسان اسمع، برجع برن عليك شوي بس. حسان بدي إياك بجوز كلام. شو فيه؟ جوز كلام بدي إياك. تعال عندي على القفص بحكي لك. كم شو على القفص وجوز كلام؟ كشيش حمام شايفني شو؟ بس بدي إياك تعال حالي حالي حالي. هي مقسومة لاثنين بس اجت من نصيبك. ابو يعقوب. نعم نعم نعم. جوز كلام قلت لي؟ ها زب جوز حمام هاي طلعت بس. ما هو حمام مرتب. يوم الشتاء العالمي. حليمة حليمة. نعم. كم مرة حكيت لك لا تكبي المي من البلكون؟ اكبيها بالمغسلة وبالحمام. ما هو يا توفيق يا حبيبي، المي اللي فيها صابون بتعمل تكلسات بالمواسير، فإذا أنت بدك تجيب مواسيرجي قديش بده ياخذ؟ على الأقل على الأقل 10 ليرات. المواسيرجي صاير مثل الدكتور، بمجرد ما رفعت التليفون 5 دنانير، ولما يجي يكشف ويصلح بده 20. شفت معي حق ولا لا؟ طبعا يا حبيبتي طبعا. لا حق علي اللي بدي اوفر عليك. حليمه، يعني الامانه لما يشوفوك بتكبي المي من البلكون راح يخالفونا. بعدين في فرق بين التوفير وبين التقدير. لا يا حبيبي انت غلطان غلطان كثير. المثل بيقول خبي قرشك الابيض ليومك الاسود. ايوه، وانت مخبي قرشك الابيض في بحر اسود. بحبحيها يا حليمه، الرزقه بتيجي وبتروح. سلامات يا حلوم. فطوم فطوم راحت تجيب كركم. كركم كركم هواسي انت والله. ليش مبلول؟ من المي. بعرف من المي. ليش؟ جارتنا حليمه زتت صوت المي من البرنده. يعني مش عارف شو اللي بتسويه. الله يكسر ايديها، اصلا هي بدون هالواسطه مش لذيذه منزور. ولا انا كمان.
فوت. شو فوت نشف حالك فوت. انشف حالي بايش؟ نشف شعراتك بالسشوار. سشوار؟ فيش عندنا سشوار احنا يوم ما صح؟ هالسشوار خربان. بس جارتنا شو اسمها ام صفاء ممكن الاقي عندها سشوار، فكرك؟ انشف حالي وهيك ظبط الامور. عندها روح بسرعه. لحظه غير وعيك. التليفون، وهي التليفون انحرق. شو اعمل انا هسه بحالي؟ من سقاطتك. وشو دخل سقاطتي بالموضوع؟ تليفون التفاحة كمان؟ قديش دفعنا فيه؟ امشي روح، روح عند سميحة جيب لنا الشوار ننشف شعراتك، امشي. عند سميحة؟ اه طيران. شوف اللي مين عندها؟ ماشي. راح ركاض، ركاض، طيران. يا ريته بيهتم بدراسته زي ما بيهتم بالطلعات والنزلات والموبايلات. ابنك صار شاب، لا تضلك تكسر مجاديفه. شاب، والله انه شاب من زمان وما حدا مطفيه. كبستك برحمة الوالدين نميت علي بغيابي. مع مين يعني بدي أحكي؟ مع مين بدي أحكي عنك؟ مع حالي؟ شو شايفتيني مجنون؟ أنا فعلا مجنون. مرحبا حبيبي، كيف حالك؟ شو أخبارك؟ اسمعي بس بدي استشوار شوي. وانت شو اللي عمل فيك هيك؟ أنا؟ لا ولا شيء، بس اخذت شاور هيك وحسيتها براد، انا مش حابه. بس شعرك هيك احلى بكثير. الله يسعدك يا رب حبيب قلبي. بس انا على فكره ما بديش استشوار عشان شعري، بدي اياه عشان موبايلي. موبايلك؟ من على الباب يا صفاء. ماما هذا حسان ابن خالته ام حسان. يلا بدي اروح اجيب الموبايل، قصدي استشوار. شو اليوم؟ شو البهدلة اللي أنا فيها؟ تفضل حبيبتي. تسلموا إيديكي. شكرا. وهي أحلى كاسة شاي للأستاذ سالم. اتفضل يا أبو أنس. يسلم يا جميل. جميل؟ نعم. هاي الكاسه مش نظيفه. شو اللي مش نظيفه؟ هيها بتلمعلمع يا استاذ سالم، مالنا؟ بالعكس تماما، انا شايف ان الكاسه نظيفه جدا. شو عرفك؟ الشاي طعم الصابون فيه. روح جيب لي كاسه ثانيه. اسف جدا، مش عاجبك لا تشرب، ما في كاسه ثانيه، مفهوم؟ بسيطه يا جميل، دواك عندي، إن ما كتبت فيك تقرير وخليتك تطير ما بسمي حالي سالم. أي بلط البحر. إيه بلط البحر؟ شو مالكم اهدى يا رجل، انت سالم تعمل من كل حبة قبة؟ يا رجل أنا عليش أطول بالي على جميل ولا على مرتي بالبيت اللي أقعبن من الصبح وأنا أطلب منها النظارات بتقول لي هن نظاراتي ولا نظاراتك؟ دور عليهن أنت، أنا أصير أعمل أدور على نظارات وشغلات. ماذا بقول لي كمان؟ مش خلاص اهدى روح يا جميل، روح على شغلك. روح اهدى وبعدين معك. روح خلاص روح. هاي نظارتك السالم، امبارح حضرتك نسيتها فخبيت لك اياها. استهدي بالله، طول بالك واخزي الشيطان. تفضل يا رجل كل اشي بالهدى بصير. قلت لي طعمه صابون، جعل للصابون. شو بدك بالشاي؟ خلاص بنغير لك اياها، بس انت لا تتوتر. ماشي غير عاداتك، أي عصبيتك. غير حياتك. والله فكرة،
شو رأيكم يا بنات نغير نظام حياتنا؟ بس كيف؟ أي أمك عندها شوية أفكار ما بتخطر على بال حدا. قربوا لعندي واسمعوا. أول شغلة بنسجل في الجيم أو بنشتري جهاز ماشينز هون نلعب رياضة، بعدين الصحيان بده يكون في مواعيد معينة. خلي أصحابك شاهدين. اكسب الملايين. واكسب الملايين. اعطيني ارن عليهم من موبايلك. هات ملايين. اي هات. اتصل وشارك معنا في مسابقة تغير حياتك أو أرسل كلمة تغيير على الرقم المقابل لبلدك. فكرك هذا البرنامج ممكن يفيد الناس؟ ليش ما يفيد الناس؟ خلينا نغير حياتنا يا أبو أناس، بكفي روتين. على قولتك، بإيش بدنا نبلش نغير؟ نغير أثاث البيت ولا نغير المسكن ولا شو نغير؟ المهم نغير. بيضحكوا على الناس. مظبوط، بس في ناس يعني بيربحوا وبصيروا بغمضة عين مليونيرية. والملايين هاي من وين؟ ما هو الواحد بضله يتصل ويدفع مكالمات لحتى يشترك، هو وملايين زيه، وإذا زبطت معه وفاز بياخد من الجمل دانه، يعني المستفيد الأول شركات الاتصالات وأصحاب المحطات. بس ما بضربوا الناس على إيديهم حتى يتصلوا. صحيح، بس بيتاجروا بأحلامهم. أنا فايتي أنام. مع السلامة. روان شو رأيك أتصل وأشارك بالبرنامج؟ لا طبعاً، لو برنامج مواهب غناء عادي مش مشكلة، بس شو هتغير عاداتك؟ شو هالعادة كمان بدك تغيريها؟ والله بسيطة، بفكر بعادة غيرها. هي ما في عندك غير عادة واحدة سيئة، ما بظن تغيريها. انك انت بتحبي حسان. يا ميت اهلا وسهلا بام حسان. اهلا وسهلا، شرفتينا. يسلم ايديكي. قررت اذا في عادي سيئه غيرها، بس دورت ما لقيت ولا عادي سيئه. الكمال لله وحده. انت الخير والبركه يا ام حسان. انت يا عاليه يعني معزتك عندي غير عن كل الجرد، يعني انا بثق فيكي، بس بدي تقولي لي اذا في عادي سيئه يعني قولي لي غيرها. هو يعني يا أم حسان أنت عارفة فيش بني آدم كامل، أنت نفسك حكيت الكمال لله، بس أنا رأيي لا تحكي مع البرنامج ولا تشاركي. كل الناس بتشارك. يا حبيبتي يا أم حسان، يعني إذا الواحد كان في عنده عيب إداري لحاله، يحاول يغيره هيك ويغطي على حاله، مش روح يفضح حاله بين العالم وتصير فضيحة وعليها شهود. أهلاً، اشتهيت لك صحن هالحلو. قلت ما باكل لحالي غير صديقتي وحبيبتي وجارتي تاكل منه. ذوقيه وقولي لي شو رايك. ذوقيه هسه الامانه ذوقيه وتقولي لي شو رايك. طيب رماني كرمانه. كيفك يا جارتي؟ ان شاء الله بخير. خير من الله. صدقي لو بعرف انك هون كان جبت لك صحن حلو زي عالية هيك حلوة، بس بعرفش شو المناسبة. هو ضروري يعني يكون في مناسبة عشان نحلي بعض؟
طيب خليني اعمل لك فنجان قهوه. كيف قهوتك؟ ساده. ولا اقول لك اليوم اطبشي حطي معلقتين سكر. عيني مالك؟ عندي حساسيه من الكحتته. الله، شوفي حالك وانت صغيره كيف كنتي، ما احلاكي مثل البطه. وبعدني حلوه ماما. حلوه، بس لو تحطي عقلك براسك وتبطلي الوقفه ورا الابواب يا ماما. يا حبيبتي والله ما في رجال بيستاهل تفكري فيه. ماما بس حسان مش رجال كمان. لا لا ماما مو قصدي هيك، قصدي انه حسان شاب صغير كويس. لا قلتيلي من ناحية كويس كتير كويس. يا ماما يا حبيبتي فكري بمستقبلك، هذا شاب طول نهاره وليله مشغول بالانترنت وبالفيسبوك وما في وراء لا شغلي ولا عملي غير انه بحكي بالتليفون. بس يا ماما يا حبيبتي الفيسبوك والانترنت هدول كمان شغل وبيجيبوا مصاري، بعدين هاي لغة العصر. بعدين حسان يا ماما لا بيروح يوتيوب ولا ماسنجر ولا بتعرف على هاكرات ولا بيعمل بروفايلات مزورة، يعني ما علي اي كومنت. كومنت يا اختي؟ ما انا عارفة حالي، يعني معقول اطلع مع حضرتك راسي براس؟ سلمتي؟ ايوه يا عالية. انا اسفة كتير يا حياتي، اليوم وانا بكوي بالاواعي حرقت لك قميصك. مش مشكلة، ما يكون لك فكر. شو يعني قميص انحرق؟ عادي ما يكون لك فكر. لا ما هو مش اي قميص، هذا القميص اللي انت بتحب تلبسه. عادي عالية مش مشكلة، بلبس قميص ثاني غيره. يا حبيبي انت مش فاهم علي، هذا القميص عزيز عليك كتير لانه هدية من صاحبك كريم اللي انت بتحبه. انا بحكي مع كريم لما يجي يسافر مرة ثانية بجيب لك قميص غيره، ما يكون لك فكر. سالم انت طبيعي؟ أكيد. أنا قررت من اليوم إني ما أعصب نهائيا. معقول بكلها أكم من يوم وبترجع لطبيعتك؟ لا لا أنت غلطانة، بس شوفي اللي بضلك قاعدة ببالي وتستفز بي أكيد 100% راح أرجع لطبيعتي. لا لا وعلى إيش؟ هيني قايمة. نص الراتب الشهر هاد راح فواتير تليفونات، الحمد لله. خفي في صحة صحة. ولا يهمك حبيبي ولا يهمك، بكرة بس نصير مليونيرية أو بالأحرى أنا أصير مليونيرية، يعني بعوضك بعطيك 5000 دينار. لا كتير كتير، يعني أنت مصدقة هاي المسابقات إنه بدهم يتركوا كل ملايين العالم من الناس ويجوا عليك انت مشان يربحوك المليون وتعطيني 5000؟ شو صاير لك يا حليمه؟ بعد بعد حاضر بحبح حبيبي. انا يعني نفسي نفسي ومن عيني نقفز في الهواء وهوب نصير مليونيري. هنقفز عن جد؟ بس مش بالهواء، حنقفز من الشباك انا وياكي وحنيجي على وجوهنا طب، فهمتي؟ لا اقفز لحالك اذا وجوه طب. ويا ستي العماره قايمه قيامتها، ام حسان قاعده في بيتها ومسكره على حالها بابها، لا بتروح ولا بتيجي ولا بتحكي ولا بتتحاكى. ولا حليمه، حليمه اللئيمه قال ايش صايره كريمه وبتصرف وبتتمصرف، بس كل هدول بكم وسلمتي بكم تاني. قال ايش مبطل يعصب، مبطلة تفرق معه اذا قميصه محروق ولا مش محروق، اذا بنطلونه مكوي ولا مش مكوي، اذا الاكل جاهز ولا مش جاهز. اي والله فقعني. وبعدين معه ما بصير هيك، هيك العيشة معه صارت بتزهق. وليش حاسدة حالك؟ كلهم اكم من يوم برجع عصب عليكي اكتر من الاول. بدك الصراحة الشغلة طولت، وبعدين انا بحب عصبيته لسالم، هيك بتعمل جو في البيت وبيحسسني انه مهتم. ولك شو هالجو وتقولي ماخدك على جزر هواي؟ جزر هواي؟
لعاد لو تشوفي أبو أنس بطل يرمي حكي هيك وهيك، صار ماشي دغري بس الله يستر. السلام عليكم. وعليكم السلام. بتحب تشرب إيش أستاذ سالم؟ لا حبيبي الله يخليك شكرا. لا ما بصيرش، أنا بقول دوق قهوة جميل اللي ما إلها مثيل. ما بصيرش، رجل ما بدي أشرب قهوة. شكرا، أنا شربت قهوة الصبح خلاص شكرا. طب أقول لك دوق هالشيات هدول على كيف كيفك، ما راح تندم استاذ سالم. بعرف انه على كيف كيفي، مسقعات، بعرف انه مسقعات. بديش اشرب شاي ولا بدي اشرب قهوه، فاهم ولا مش فاهم؟ علشاني بس بقول لك يا اخي حل عني، انت مستلمني وبعدين معك، زهقتني الشغل زهقتني حياتي، حل عني وبعدين معك يعني. ايه هي طول بالك يا زلمه. هي هي مش قلت لي يا ابو انس انه بطل يعصب؟ وبعدين معك يا سالم، هدي يا رجل هدي. بعدين انت نسيت المليون؟ اسمع انا ما بدي المليون، انا بدي فوش شغلي بهذا. اقول لك فنجانك يا ابو انس على حسابي، تفضل. هي مجاكرة؟ تعال ما بدي اشربه، انا بدي اصلح بينك وبدك تسقيني مجاكرة فيه. خلاص روح روح، استهدي بالله روح. احسب حسابك على 50 دينار لعزومة الجيران اليوم. يعني الراتب شو بده يكفي؟ فواتير كهرباء ولا فواتير مي ولا تليفونات؟ حليمة همي 5 ليرات ما في غيرهم. صرت عازم الجيرات، شو بدك ياهم يقولوا عني كحتوتة؟ يعني بدك تفشلني قدامها؟ لا يا حليمة، يعني 5 ليرات بيكفوا. بتجيبي حمص، فلافل، فول، خيار، بندورة، هاي صارت عزومة. ارجعي مثل الأول مدبرة وموفرة. ما هو انت ما كان عاجبك الوضع، كنت دايما تقول لي انه انا كحتوتة، وكنت دايما تحكي لي بحبحيها وعطالة والنازلة تبهدلني. ما يا حبيبتي غلطان ومنك السماح. خلص يا توفيق خلص، هانت. يمكن بكرة نشارك بالمسابقة ونبطل نحكي بالخمسة والخمسين ونربح المليون. عدينا يا شو عدينا على بر الهوى رسينا، عدينا يا شو عدينا على بر الهوى رسينا، وانا عمري نعاد وهوى يا هوى. عدينا يا شو عدينا. ولا كلمة ولا نفس، هذا التليفون هو الذي سيغير حياتنا. أشوف أشوف الرقم. أي هذا إلي مش إلك. هلو 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 هلو. مساء الخير. مساء النور. حضرتك السيدة فاطمة أبو حسان؟ نعم أنا فاطمة أبو حسان. مبروك يا ستي، حبيت أقول لك إنه اسمك دخل معنا على الساحة الكمبيوتر في برنامج غير حياتك. إيه يعني إيش يعني؟ يعني خليك على اتصال ممكن تربحي. أربح؟ إن شاء الله يا مدام. طيب مع السلامة. مع السلامة. شو يا أم مالك؟ ست محسن. نعم. أنا جاي أقلب حياتك. ليش تقلب حياتي؟ قصدي أغير حياتك. أنت ربحتي معانا جائزة كبيرة في برنامج غير حياتك. شو ربحت؟ ربحتي شيك بمليون دينار. وتفضلي استلمي جائزتك. مبروك يا ست محسان. فعلاً رزق الهبل على المجانين. ربحت مليون دينار. ربحت مليون دينار. Yes.
الشكل. يما هي شكل. الشكل. يا مسكت العقل والدين يا الله. الشكل. يما اسم الله عليك. الشكل انت حد الشك؟ انا وشك يما. وين الشك؟ فش يما. انت حد الشك مني؟ يما اسم الله عليك. وين الشك؟ الشك. اسم الله عليك. كان معي شك. مالك. كان معي شك. مالك. ما هي شك. ما هي شك. انا وشك ليش؟ شك ليش؟ مليون 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 انا الشك مليون. الشك مني الشك تبعك الشك انت اخذت الشك انت اخذت الشك انت اخذت الشك يما اسم الله مليون دينار مليون دينار شو مليون مليون دينار الشك اخذت الشك مني الشك مني اخذت الشك مليون دينار الشك انت اخذت الشك مني جداية وتقول لي كان ومانا كل يوم حكاية بيشاعب عقاية لا تأخذها تجداية وتقول لي كان ومانا جينا عندك زيارة من سكان العمارة وحكاية جار وجارة شارك رايك معانا على تلفزيونك جينا تفضلك وحيينا عالموعد بتلاقينا اوعى مرة تنسانا يا لو يا لو يا انا تعزف حكايانا يا لو يا لو يا انا تعزف حكايانا منا كل يوم حكاية في منها عبرة وغاية تاخذها تجداية وتقول لي كان ومانا كل يوم حكاية بيشاعب عقاية تاخذها تجداية وتقول لي كان ومانا يا لو يا لو يا انا تعزف حكايانا يا لو يا لو يا انا تعزف حكايانا امي يما دخيلك دنيا ورعة رش رش يا ابوي